في موقعة الجمل كان واحد من المتهمين، كل اللي اشتغل معاهم كان مخلص وأمين، ضيفي عضو مجلس الشعب السابق المثير للجدل رجب هلال حميدة. ثورة يناير ظلمت نظام مبارك، صح ولا غلط؟ مليون صح. هشام طلعت يسأل زكريا عزمي وجمال عبد العزيز وأنا قاعد، قال لهم أنا عايز أسألكوا سؤال، أنتوا جيتوا السجن وأنا قبلكم. لو بإيدك تمسح غلطة من حياتك، إيه الغلطة اللي تمسحها؟ طب أنا أكمل بقية الحلقة إزاي؟ 70% من أعضاء البرلمان يقعدوا في بيتهم، وفي 30 منهم أقول لهم ينبغي أن يعاد انتخابكم مرة أخرى. لو مسؤول عن الإعلام، مين المذيع اللي تقول له كفاية بقى؟ أقول لخير رمضان كفاية، لتامر أمين كفاية. شيخ الحارة الموسم الثاني مع الإعلامية بسمة وهبة في رمضان، حصرياً على القاهرة والناس. أهلاً بكم في العاصمة.